الباب الثامن والأربعون ومئة. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله، والصبر على ما يشق من أمره، وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم.